متذيل الترتيب يوقع المتصدر بفخ التعادل في الأسبوع الرابع عشر من دور المحترفين لكرة القدم. هذا العنوان لو تكهن به أيا كان قبل لقاء الوحدات واتحاد الرمثة ونال استغراب المتابعين والمحللين والجماهير، وهذه النتيجة لم يكن أشد المتفائلين باتحاد الرمثة أن تحدث ولا أكثر المتشائمين بالوحدات، لكن هذا ما تم بالفعل في آخر لقاءات الأسبوع الرابع عشر بعد أن تعادلا سلبيا بدون أهداف. الوحدات الذي كان ينشد الفوز ولا غيره لتوسيع الفارق بينه وبين مطارده الرمثة إلى 5 نقاط بعد خسارة الأخير أمام الأهلي، دخل الشوط الأول وهدفه تحقيق التقدم لتأمين نتيجة اللقاء مبكرا، إلا أنه اصطدم بدفاع منظم ومتماسك وعانى هجوم الوحدات ولم يستطع فك شفرة اتحاد الرمثة وإدراك هدف السبق لتنتهي الحصة الأولى بيضاء النتيجة. الشوط الثاني واصل الوحدات ضغطه ورمى بكل ثقله للوصول إلى مرمى عبدالله الزعبي الذي استبسل في التصدي لكرات المارد الأخضر في أكثر من مناسبة. أبو زمع أجرى العديد من التغييرات لتنشيط العمليات في مناطق اتحاد الرمثة بإدخال الصقر محمود شلباية بديلا لفراس من أجل اقتناص هدف يهديه النقاط 3، إلا أن الشوط الثاني كاملا ودقائقه 7 الإضافية لم تسعف الوحدات لتحقيق هدف الفوز. ليرضى الوحدات بتقاسم نقاط المباراة والبقاء في الصدارة وتوسيع الفارق مع الرمثة إلى 3 نقاط فقط عند ختام الجولة 14.